انتهاكات عدة في تركيا حدثت تحت ذريعة محاولة الانقلاب الفاشلة، نهج مثير للجدل تتكشف خيوطه كلما مرت الأيام. أحدث ما كشف عنه وثائق رسمية نشرها أخيراً موقع نورديك مونيتور عن هوية قائد شرطة تركي عرف بلقب ملك الموت. هذا اللقب لم يأتي من فراغ، فالضابط الذي يدعى طاهر درباز أوغلو متهم بإنشاء وإدارة موقعين سريين في أنقرة خصصا للتعذيب، إذ تعرض ما يقرب من 2000 محتجز لمعاملة وحشية وصفت بأنها مستلهمة من تنظيم داعش. ووفقا لمئات الصفحات المنقولة عن شهادات الضحايا أمام القضاء، فإن درباز أوغلو تعامل مع السجناء بغرض انتزاع اعترافات كاذبة تدعم الرواية الرسمية بشأن محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في يوليو عام 2016. وتكشف الشهادات التي قدمها الضحايا أن عمليات التعذيب تجري تحت إشراف ومراقبة مسؤولين حكوميين وبمساعدة فريق من جهاز المخابرات التركي. كما تشير الشهادات إلى أنه تم الاستيلاء على ممتلكات المعتقلين الشخصية مثل النقود والمجوهرات، وتعرض كثير منهم للتحرش والاغتصاب. ولم يكتفي درباز أوغلو بإطلاق الأوامر بعقد جلسات التعذيب التي استمرت أياماً فحسب، وإنما شارك أيضاً بشكل شخصي في التنكيل بالضحايا الذين لم توجه لهم تهم رسمية بارتكاب أي جريمة، ولم يتعامل معهم وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية.